زي ما تعودتوا دائما في عنا فقرة أو برنامج مطبخنا اللي دائما بطل عليكم من بعد صباح الأردنية. امبارح الأكلات كانت أكثر من رائعة مع الشيف نيفين، اليوم رح نكون لأول مرة مع الشيف أبو وطن. إن شاء الله أنه كل الأكلات والطبخات تكون يعني على ذوقكم زي ما بيقولوا. أتمنى لكم بقية نهار سعيد عليكم جميعا. دائما تذكروا أن الابتسامة هي مفتاح القلوب، وهي دائما تأسر القلوب، وهي فرج قريب لكل ما هو منتظر. أنا بالنسبة لي الطبيخ هو مفتاح القلوب. تفضل. ولا لا أستاذ طارق؟ الطبيخ هو مفتاح القلوب. طبعا خلينا نرحب ونصبح على الشيف أبو وطن. يسعد صباحك. يسعد صباحك خلود. كيف حالك؟ أنا متحمسة لليوم. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أول شيء الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. كيف أمورك؟ الله يخليكي. وصرنا هلا على الهوا لايف ببرنامج مطبخنا مع الشيف أبو وطن. بس قبل ما طيب صبح لي عليه عشان نطلع بريك. يلا. بحب أصبح على مشاهدين قناة A1 TV وبحب أحكي لكم أنا الشيف أبو وطن، هاي أول حلقة إلي في البرنامج. إن شاء الله يا رب نهاركم بكون نهار سعيد مليء بالخير والبركة والسعادة إن شاء الله. أنا تلجت على فكرة هناك. رح نطلع بريك، من بعدها رح نبلش طبخاتنا مع أبو وطن. هذا البرنامج برعاية في كل بيت في أوقات بتجتمع فيه العيلة على أكل ما بننساها. المعكرونة الجديدة من العنابي طعم بياخدكم لإيطاليا في كل لقمة. مع العنابي اللحظات بتصير ذكريات والنكهات بتحكي قصص العيلة. العنابي طعم بيجمع العيلة. العنابي لأحلى لحظات العائلة. رجعنا معكم مشاهدينا ومكملين اكيد بفقره، مش فقره انما هي برنامج مطبخنا اليوم مع الشيف ابو وطن. لاول مره اليوم معي انت ابو وطن، بس انا متفائله فيك خير وعندي احساس انك رح تعمل لي اكله من الاخر. ان شاء الله. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك. وبدنا نحكي اليوم عن اول وصفه معنا. طيب اليوم رح نعمل وصفه كثير سهله وكثير بسيطه بسموها اكله الكسلانين والمتعجزين. ايوه. رح نعمل كوسه باللبن. ولكن على الطريقه اللي هي السهله والبسيطه. بتعرفي هلا في مجتمعنا الموظفات ستات البيوت معظمهم صاروا موظفات. صحيح. فلما بتروح ست البيت ما رح تكون فاضيه عشان تقور كوسه وتحفر، فبالتالي بدنا اكله يعني ما تاخذ تقريبا بالوقت نص ساعه يا رب تكون جاهزه. فهاي الطريقه ان شاء الله راح تريحهم وتخليهم يعملوا الاكله هاي سريعاً لاولادهم سريعا. إزاكي. وبطريقه، واكيد راح تكون نفس طريقه اللي هي المحشي العادي يعني، بس انه هلا بدنا نعملها على طريقه الشيف ابو وطن بشكل سريع. طبعا. وجاهز. يلا خلينا نروح لاول وصفه معنا، كوسه بلديه باللبن مع رز بالشعيريه. ورح نقرا، انت ببلش وانا اقرا المقادير. شو رايك انت تبلش؟ لا أنا. يلا انا اقرا المقادير. فضل. طيب فضل. يلا. عشان نعمل هاي الاكله بنحتاج لواحد كيلو كوسه بلديه. أيوة. كيلو لبن رايب، رايحين نحتاج لنص كيلو لحمه خشنه، معلقة سمنة بلدية، معلقة ثلاث معالق صنوبر، معلقة من النعنع المفروم، رأس بصل، نص لتر من مرق الدجاج، ورحين نحتاج لرشة ملح وفلفل أسود. رشة فلفل أسود. يلا معك شيف. يلا. خطوة بخطوة. طبعا خليني أنا أرحب فيكم. خلينا نبلش بالأكلة. يلا. طبعا هون حمينا الزيت، رحين ننزل عليه بالبصل. الله. المفروم. الله. لا أنا حاسس الشيف هيك طشط. أبو. مش مزم. طيب بلشنا نلطش على بعضينا. لا 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 بلش فيه يا عمي، مش لحالي معناته انا وكمان اللي بتحسنا نازلين ندق في بعض. طيب. سبحان الله. هلا احنا نوجه تحيه طبعا الشيف نيفين والشيف فراس كلهم، والله كلهم كلهم لهم الاحترام والتقدير، زملاء اعزاء. عن جد. طبعا. هاي الاكله في لبنان بسموها خياريه. لها اسم خياريه. لانه هلا انت الكوسه هي مش مفرومه، مش مفرمه، مش محشيه. لا هي احنا بنفرمها بنقطعها
بنقطعها مكعبات وبنقليها. أوكي. تمام. بعد ما نقليها بنعمل اللي هي حمسة اللحمة مع البصل. بعد ما تجهز بنحط عليها الكوسة، بعدين بنعمل اللبن بنذوبه وبنحطه عليها، فبتكون الأكلة سريعة وسهلة. تمام. بس تمام. أنا حابب أحكي عن الكوسة البلدية هاي. تفضل. امبارح أنا وأنا مروح من الاستوديو لفت انتباهي على جنب الطريق شباب مرتبين ببيعوا اللي هي الخضار البعلية أو البلدية. الخضار البعلية اللي هي الخضار اللي بتكون مروية من مياه الأمطار وما بيكون فيها لا أي نوع من الأسمدة الكيماوية، فبالتالي بتكون صحية وكأنها أورجانيك عضوية. سبحان الله، هاي الكوسة ممكن إحنا نأكلها هيك أو نعملها نوع من السلطة لأنها بتكون على فريش فريش ومسكرة، يعني بتكون حلوة. فشو ما عملناها، سواء عملناها عجة، سواء عملناها قوارب أو جراتان، سواء عملناها متبة الكوسة أو شو ما عملنا فيها بتطلع رهيبة. فيا جماعة استغلوا موسم هاي الكوسة، لأنه إحنا في أيامنا الأخيرة لهذا الموسم، استغلوها وجيبوها هي والقرع والبامية. فهاي الخضرة ما شاء الله عنك. لا لا، هي نصيحة عن جد ممكن في كتير ناس ما بيعرفوها، وأنا واحدة منهم يعني صراحة ما عندي فكرة. يعني كأنك أنت عم تحكي عن الكوسة الأورجانيك أو اللي هي ما بيكونش فيها لا هرمونات ولا مواد كيميائية، فهي أكيد. موضوع كتير مهم. هلأ شاب بس خليني أفهمك شغلة. هلأ نحن وإنت عم تطبخ طبعا رح نستخدم اليوم وكل يوم طبعا رح نستخدم بهارات سبايس، شفنا نشكرهم أنا وياك طبعا بهارات إبراهيم مقبل طبعا. وهي البهارات المميزة، يعني دائما بنقول بهارات إبراهيم مقبل ماركتهم سبايس شيف بتقدم مجموعة منوعة ومختلفة من البهارات المميزة، بهار البروستد، بهار السلطة، بهار الشاورما، كل أنواع البهارات يعني عشان تزيدوا النكهة وتعطوا للأكل طعمه. أكيد أنت شايف يعني أخبر مني أكيد. بأنك تحكي عن النكهات. طيب هلأ بعد ما حوصنا البصلات رح ننزل باللحمة. حوصة هاي أكيد هاي الحمسة المشهورة. هلأ بننزل باللحمة، بدنا نضيف عليها تقريبا نص كيلو من اللحمة. هلا بما انه طبخه لبن بدنا ننتبه يا جماعه لا ما نكتر بهارات على الاكلات اللي هي باللبن، مثل الشوشبرك، مثل الفول باللبن، مثل الكوسه باللبن، لانه بتغير اللون. عاده اي حمسه لحمه بنبهرها بملح فلفل اسود، بنحط عليها شويه من السبع بهارات او شويه قرفه وشويه هيل. طبعا هاي البهارات اللي بتحب حمسه اللحم. كل هذا الحكي موجود عند مطاحن وبن ابراهيم مقبل. ابراهيم مقبل صحيح، وبهارات طبعا ابراهيم مقبل اكيد راح نشغل زيد انت العين شوي اكيد. وخليني اقول لكم كمان انه اليوم مثل ما تعودتوا دائما في عنا 10 جوائز مقدمه لعشر رابحين مقدمه من بهارات ابراهيم مقبل. هلا رح نعلن عن الاسماء، اسماء 10 اشخاص طبعا. وسؤالنا لليوم هذا بالنسبه لسؤال امبارح، بينما سؤالنا لليوم هو كم صنف موجود من بهارات سبايس شيف بالاسواق؟ قديش بتعطيك انت يعني؟ قديش اعطيك حزيره يعني اعطيك خيارات تختار ارقام؟ اعطيني كم صنف موجود من بهارات سبايسي شيف بالاسواق؟ اعطيني خيارات. اعطيك خيارات طيب. يا رب بس ما يربح معنا. 20 صنف، 30 صنف، 60 صنف. 60 صنف يا شيخ. هم طيب ماشي، هم انت على فكره وجوابك غلط. طيب انا عم بغمرك، بس خلينا نقول انه الجواب رح يعني نغششكم اياه خلال الحلقه فتابعوا معي. اذا سؤالنا لليوم كم صنف موجود من بهارات سبايسي شيف بالاسواق؟ اكثر من 20، اكثر من 30، اكثر من 60؟ عليكم الجواب. الجواب الصحيح بيدخل معنا على السحب طبعا. موجودين بمرج الحمام، موجودين بجبل النصر، موجودين بطبربور. انا مهمتي جايبيني هون عشان احكي عن هاي القصص، وانت مهمتك تطبخ. انا بعرف بدنا نطبخ وبدنا نحكي يا. كمان عن فوائد الاكل اللي بنعملها يا. طبعا انا دائما بحب انوه لفوائد الاكل اللي بنعملها. النجمه في اكلتنا اليوم اللي هي الكوسه، وخصوصا الكوسه البلديه مش اي كوسه. فيا جماعه الخير، الكوسه هي عنصر بيساعد على تقليل نسبه السكر في الدم. حلو. وكمان بيعمل على تحسين صحة الجهاز الهضمي. فأي ناس عندها مشاكل في الأمعاء أو عندها عسر في الهضم فبننصحهم إنهم يتناولوا وجبة الكوسة، لأنه بتريح المعدة وبتعمل على تيسير الأمور. طيب الله يسرها عليك. الله يسر عليك والله يا أبو وطن. أبو وطن هلأ بس أحكي لك شغلة بجوز للناس اللي ما عم بيعرف، أنا بحب أساعد. في شغلة كتير مهمة. هلأ هي الكوسة المخشي اللي إحنا متعودين عليها، إنه الكوسة مأورة بتحطي فيها اللحم المفرومة مع البهارات مع الصنوبر الى اخره بالبهاره، وبعدين بتقليها شوي وبتحطها باللبن. نعم. اليوم طريقه شيف ابو وطن تختلف تماما، هلا رح تشوفي. طبعا هي الكوسه، بس خلينا نعطيهم هيك فكره انها مقطعه. طيب. احنا قطعنا الكوسه مكعبات. أيوة.
أيوة وقليناها بالزيت، يعني تقريبا 75% لأنه راح تكمل استواء في أنا داخل اللبن. والله أسهل، مش نفس الطعمة؟ راح نفس الطعمة خلص. وأكيد راح تدوقيها. أنا بدي أدوق بس نفس. أنا يعني ليش إحنا دائما معقدين الأمور، لازم نحشيها وبعدين نقليها؟ والله قصة طرمة، خلص هي هيك. إحنا إن شاء الله في كل حلقة رايحين نعمل طبخة مثل ما حكيت لك سريعة. هدفنا إنه نعمل طبخات سريعة لحتى ستات البيوت الموظفات والعاملات يتمكنوا من تجهيز أكلات صعب شوي ولكن بنفس الوقت تكون بوقت قصير. طب شايف انت موضوع ريحه الاكل هذه قديش تعشقها يعني؟ والله انا تاثرني رائحه الطعام وقرقعه الصحون والطشه والقليه طيب نشتغل على اللبن، خلينا نشتغل على اللبن لانه الغاز بفري الباب. طيب هلا كمان خلينا نقول انه اليوم كل الادوات اللي انتم شايفينها، الادوات المنزليه وادوات المطبخ اللي انتم شايفينها اليوم برعايه الحريه هوم، والحريه هوم طبعا يا جماعه شهدتنا فيهم نحن مجروحه، عندهم ماركت جولدن زارا اللي فيها طبعا تحتوي على الجرانيت، هاي عباره عن مواد خام، مواد اصلا ما يعني كيف بدي اقول لك، يعني انت عم تطبخ انت بتكون مرتاح انه الحمد لله رب العالمين ما في مواد سامه مثلا تنتقل لمواد الاكل اللي انت عم تطبخها، تلزيق ما تلزيق، اي معاناه بالنسبه للطناجر او الاكل او خلينا نقول كمان الكفاكير او الصحون كمان ما في منه هذا الحكي، لانه الماركات اللي بيستخدموها او البراندز او خلينا نقول المواد اللي بيستخدموها مثل الجرانيت بيتميز ب انه مطلي اصلا بطلاء غير لاصق، فزي ما انتم شايفين اللحمه ما عم تلزق، وطبخنا اكثر من مره اكثر من اكله فيها رز ما كان يلزق، باستا ما بيلزق، فيعني احنا امورنا لا ما شاء الله عنهم، يعني طناجرهم معروفه وحتى لما بدك تجلي، يعني حتى لما بدها تجلي ست البيت ما بتتغلب على السريع، يعني مش تقعدي تدعكي بهالسلكه والى اخره، لا سريعه سريعه. فنوجه لهم تحيه اكيد الحريه هوم على ماركت جولدن زارا، اذا انت اليوم عم بتحضري بيتك روحي على الحريه هوم. طيب خلود هلا احنا وضعنا اللبن رايحين نسنه. لازم نحركه تحريك مستمر. اللبن انت طيب. هلا كيف حطيت اللبن؟ هلا حطينا اللبن مثل ما هو، هلا رايحين نضيف له معلقتين من النشا لحتى ما يفرط ويتماسك. تمام رايحين نضيف له حتى هدول من الحريه هم احلاهم، ولا بيعملوا خدش ولا سكراتش ولا شيء. هلا وضعنا معلقتين من النشا وبنحرك. خذ حرك يلا، وانت حرك اللحمه وانا بحرك اللحمه كلنا بنحرك بدنا ناكل. اي والله جوعانين. لا ان شاء الله راح ناكل اكل مرتبه. لا انا عجبتني الطريقه والله شيف، احكي لك المزبوط كثير عجبتني الطريقه. طيب هلا بعد شوي رح نعلن عن اسماء. هلا خلينا نبهر اللحمه. بهرنا اللحمه طبعا من بهارات طيب. ابراهيم مقبل يا جماعه، كل انواع البهارات بتلاقوها عند ابراهيم مقبل، بن بتلاقوه عند ابراهيم مقبل، نرش رشه ملح، اعشاب بتلاقوه عند ابراهيم مقبل، كل شيء موجود عند بهارات ومطاحن واعشاب ابراهيم مقبل. رايحين نرش رشه فلفل اسود. حلو مثل ما حكينا ما بدنا نكثر بهارات لحتى ما يتغير وما يتغير لون اللبن. لا بس حتى لو اقول لك شغله، بهارات ابراهيم مقبل انا حسيت فيها نكهتها يعني ما بتضرب، نكهه قويه وما بتغير، ما بتضرب ايوه ما أكيد. بتضرب بالاكل، وهذا شيء على فكره ما بتلاقوه، يعني كثير في اصناف في ست البيت والله العظيم لما تروح تعمل شوبينج بتحتار اخذ هذا النوع ولا اخذ هذا النوع، فانا اليوم عم بعطيك اياها من الاخر، ما بيضرب عندك طعمه الاكل. طيب خلود خلينا احنا ندردش في موضوع مهم. يلا بدي اسالك سؤال هيك اشوف شو قديش انت شطوره. يلا بنسمع بحكوا فلانه مثلا خلود عندها نفس في الاكل. طبعا. شو هو النفس في الاكل بتقدر تحكي لي؟ انه النفس بالاكل غير المود اعتقد، وانه يطلع الاكل زاكي. طيب كيف شو هي هو عندها نفس بالاكل مرق؟ هلا شوفي النفس بالاكل يا جماعه الخير هو شيء غير ملموس. يعني شيء يكاد يكون نفسيه يعني كيف احنا بنحكي وخصوصا عند ستات البيوت وامهاتنا. الله يخلي لك امك وجميع الامهات. النفس هو انك تكون حابب الشيء اللي بدك تعمله وتكون كريم وتكون تطبخ لما تكون نفسيتك حلوه. بالضبط تكون بزهزه والله تكون تتغازل الاشياء اللي بتشتغل فيها. انت وين الكفوف؟ طيب بس عشان انا هاي الكفوف احلى كفوف. انا بدي اساعدك عن جد هلا من قلبي. طيب. يعني بما انه النفس انا عارف انه انت جعانه ومتشوقه انك تاكلي. ابو وطن احكي لك شغله على سيره النفس، انا كثير حبيت انك انت طرحت هذا الموضوع. في سيده كبيره بالعمر كانت تطبخ، وهاي المخلوقه شو ما تطبخ قسما بالله لو بتطق جوز بيض عيون والله لو بتلف سندويشة لبنة أبو وطن قسما بالله أحس طعمتها غير،
واحكي لها اقول لها يا اختي انت طعمه الاكل عندك غير مش طبيعي، وتعلمت منها كثير. يعني انا قلت هلا مش انا تعلمت منها من وصفاتها، اخذت ست بيتي طبيعيه، اخذت منها كيف بتطبخ، بس برضه نفسها هي بالاكل اكيد سبحان النفس الله. النفس هو مش تكنيك غير. أيوة. مش تكنيك ولا قواعد طبخ. أيوة. هلا احنا كشفات بنتعلم التكنيك في الطبخ وقواعد الطبخ. شو التكنيك؟ نحط البصل قبل الثوم، البهار متى نحطه، هذا تكنيك قواعد طبخ. ولكن النفس شيء ثاني مثل ما حكيت لك. يعني انا مثلا نفس. لما اروح عند والدتي مثلا تحكي لي بدي اعمل لك فطور، فهي بتكون حابه تطعميني، هذا هو النفس. أيوة. حابه تطعميني، حابه تعمل لي شيء. فلو بحكي لها على سبيل المثال طقي لي جوز بيض عيون، تعملهم، تعمل قلايه البندوره بالطول، القلايه الالمنيوم اللي ايدها رايحه اللي حاطه لها مسمار فبتعمل فيها. لا ما هي اذا ما انعملت في القلايه هاي الالمنيوم ما بتطلع زاكي، فبتعملهم فبيطلع سبحان الله لهم طعم غير شكل، لانها بتكون حابه وبتكون متانيه. يعني متانيه في الشيء اللي بتعمله. طبعا انت وبدناش تزعل علينا زوجاتنا، لا بلاش ننام الليل برا. بدنا نوجه تحيه للمدام كمان طبيخه شاطر. انت علمتها؟ والله لما اخذتها ما كانت تعرف تقلي بيضه، ولكن تعلمت وما شاء الله هلا صارت تتعلم الناس. والله ما شاء الله. هلا هي طمعانه فيك مثلا وانت بتحبها، فانت بتطبخ معاها وانت بتخليها تطبخ. انت ما بتطبخ بالبيت، بتطبخ؟ شوفي هلا اي واحد أنا لو بحب شخص شيف. يعني هلا اذا الزوج عملت له زوجته طبخه زاكيه فثقي تماما انها بتحبه، لانه الاكل اللي مطبوخ بحب بيطلع زاكي. بيطلع زاكي. وانا حاسه انه انت عم تستغل حبي وطيبتي، وانا صفيت انا اللي عم بطبخ والمخرج بيقول لي شدي 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 يا حلوت شدي، يعني بدنا نشدها. طيب. والله هي اللبن بلش يغلي. طيب خلينا نضيف له شويه مرق الدجاج لازم لانه نحرك. كثيف لازم نضلنا نحرك. شوفي هلا رايحين نضيف له شوي، اذا بنشوفه كثيف شوي ممكن نضيف له شويه مرق الدجاج. مرق الدجاج هذه من عند ابراهيم مقبل اكيد. يعني انت ذوبتها بمي ايش، عاديه ولا سخنه؟ بمي دافيه. يعني نو نيد انه نستخدم، على فكره هاي معلومه كثير مهمه انت احكيها شيف. ايش هي؟ انه بهارات ابراهيم مقبل انه عندهم مرقه الدجاج، ما في داعي انك تستخدم دجاج او تسلقه، خلص انا اوريدي جاهزه. واكيد نكهته بتعطيك مثل ستوك الدجاج، زي كانك سالق دجاج وزياده. صحيح. أنا بموت بإشي اسمه مرق دجاج، يعني هي زي الماجي، يعني بموت فيها هاي. يبي اللبن شو إنه تعرف شغلة، أنا بحس حركي حركي هيني عم بحرك حركي ما توقفي. والله إني يعني عم بحرك، ثواني بس خليني أشرح لك، بس أعبر لك عن مشاعري. بحس اللبن لما الواحد بتقعد هيك بتوقف على الغاز بتسرح بالذكريات، فلاش باك لغايه ما يغلي، ما هي بتطلع روحها. ذكرى. شو اكثر اكله باللبن بتحبي؟ انا المخشي. المخشي قسما بالله. طب جربتي الزهره باللبن؟ لعبتي. انا اليوم بدي اطبخ لك انا ان شاء الله المره الجايه رايحين. جد جد لعبتي، انا بحبها، وفي ناس بيعملوها بطحنيه. طب من الاكلات اللي احنا ممكن نختصرها ونعملها بوقت سريع جدا، اكله الملفوف. الملفوف كمان يا جماعه الخير بده لف، ولكن بجوز اذا بتعرفي حدا خدم بالجيش كانوا يخرطوا الملفوف خرط. زمان الختياريات كانوا يخرطوا الملفوف ويخرطوا الكوسه ويخرطوا الباذنجان. هلا اذا بتحكي لاولادنا بدي اعمل لك اكيد اكله كوسه ولا قرع بضربوك الصغار. يعني هلا انت الملفوف بدك تخرطه يعني خرط وتطبخه لا بتطبخيه مع مي وبتنزلي عليه رز، فبتصير خرط يعني اكله ملفوف. ولكن يا زلمه استغل طيبتي ومحبتي للجمهور وخلاني انا عم بطبخ وبلازم طب ربح ربح، في عنا ناس بدهم يربحوا، ربح يلا صير انت لا ربحي انت. طب تفضل يلا. يلا على فكره هو بلش يغلي وهون اللحمات صارت اوكي. طيب احنا تشاركيه بالمطبخ يعني هلا مرتك انت بتطبخ لك يعني. والله ما شاء الله عندها جيله. تحيه للمدام. الله يخليك. والله عن جد استغلي. لازم ندوق اللبن عشان نظبط ملحه. طيب خلينا بس نرجع نذكركم بالسؤال. السؤال لليوم بيقول كم صنف موجود عند بهارات ابراهيم مقبل شيف سبايسي شيف؟ كم صنف؟ اكثر من 20، اكثر من 30، اكثر من 60؟ والاسئله او الجواب بتلاقوه اكيد طبعا بس تفوتوا عندهم على صفحتهم على الانستغرام وصفحتهم على الفيسبوك، بيقدروا انكم تعرفوا. وكمان حتى نحن يعني عم نحاول نغششكم. هلا راح نقول اسماء الرابحين اللي ربحوا معنا الحلقه الماضيه، كمان كان في عندنا سؤال وعندنا ناس ربحت. هلا رح نعلن. كم شخص ربح؟ 10. ما شاء الله. احنا جماعه عندنا ابراهيم مقبل يا ابو شيف ابو وطن، شيف ابو وطن، وانا صار لي 4 ساعات برغي. خذي راحتك ان شاء الله. ربح الكل. لسانك ماضي ما شاء الله. اذا والله تعبت.
خذي راحتك كملي. ثقيل. لا هي بنت الحلال على دوري. الله يسعدك. حسيتك انت قمت بالواجب فلقيت حدا اركن عليه. برغي عنك ما عليكي. لا خلينا نربح، هلا احنا كل يوم عندنا 10 رابحين، 10 لاعبين. يلا اعطينا الاسماء. اول اسم معنا لليوم، انا طلبت من وليد قبل ما تبلشي، بس خلينا نحكي معلومه سريعه، معلش بدي اقاطعك. اللحم تقريبا استوت، راح ننزل بالكوسه عليها، ننزل ونطبخهم هيك مع بعض لحتى يعشقوا بعض وياخذوا النكهات من بعض. نقطه ضعفي هاي الاكله، نقطه ضعفي الوحيده. الليله راح اعشيك عشاء، انا بحب كل شيء فيه لبن، بحب المنسف، شوفي هالمنظر ما احلى، بحب الزهره باللبن، بحب الكبه باللبن، اي شيء باللبن، انا عن جد اي شيء طب الكبه باللبن كيف بدك تعملها هاي؟ تخرطها برضه؟ لا هاي بتصير برغل اذا فتفتناها. يعني بالغنا شوي. نعلن اول اسم. طيب اول اسم معانا لليوم الرابح من قبل طبعا بن وعطارد ومطاحن ابراهيم مقبل، رح نقول مبروك لأحمد أبو عمر سلامة، ألف مبروك لإلك يا أحمد أبو عمر سلامة. رقم 2 رغد محمود، برافو على التطبيق سوق العروض، برافو عليكي. السؤال كان المرة الماضية شو اسم التطبيق اللي بينزل على الموبايل لسبايس شيف، هو سوق العروض. كمان بدنا نقول مبروك لرنا رنا رزاق، إن شاء الله أكون حكيت الاسم صح. كمان بنان عطية، ألف مبروك لإلك يا بنان عطية. ورح نكمل، رح نكمل مع أسماء الرابحين، خليكم معنا. أما بالنسبة لفي ناس عم تسألنا أنه كيف ممكن نروح نستلم الباكيجز أو الجوائز، بتروحوا دايركت على أي فرع من فروع إبراهيم مقبل، سواء بمرج الحمام، بجبل النصر، أو حتى بطبربور. أسماءكم أوريدي صارت هناك. يا دي النيل، والله أنا كثير شايفة قد إيه هالطناجر ممتازة، والله هالطناجر ممتازة ما بتلزق فيه الأكل نهائي. لا 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 لا، حتى بتختزل كمية من الحرارة داخلها بحيث الأكلة تضل محتفظة بعصارتها. بالضبط، الحرية هم إحنا شهادتنا فيهم مجروحة، هدول أصدقائنا. بعدين كمان بدي أحكي لك شغلة تانية. قولي. بدي أقول لك شغلة على ليدز. ليدز اللي هو الخبز، الخبز تمام. في ناس كثير بتعمل دايت تيجي بتقول لك انا بخاف من قصه اني انا افشل في الدايت فشلا ذريعا لانه انا بحب الخبز. اليوم عم نقول لكم انه يا جماعه ما تخافوا من موضوع الخبز. ليش؟ لانه مخبوزات ليدز اولا صحيه 100%، مصنوعه من اجود المواد الطبيعيه مثل ملح الهيمالايا، خميره الجوادار، ونخاله القمح البلدي. اكيد انت بتقدر تضيف يعني معي عشان انت بالنهايه انت أكيد. شيف كمان، بتناسب بكل الاعمار، مدعم بالفيتامينات والياف عاليه، بتساعد على الشبع وفقدان الوزن، ومصنوع من مواد طبيعيه وعضويه. بالاضافه طبعا انه الشركه الصحيه للاغذيه تحت علامه ليدز بتقدم منتجات متميزه مثل خبز بجوز الهند واللوز والشعير والشوفان. طيب غلي اللبن. هلا غلي اللبن، وطينا عليه شوي. حطيت عليه بهارات؟ اللبن ما بهرنا، بدنا نحط عليه، بنحاول دائما نحط فلفل ابيض مش فلفل اسود. هلا انا بنحط عليه شويه ملح، ولكن راح يكون في له تقلايه او طشه هي ان شاء الله اللي راح تعطيها النكهه. تمام. هون تقريبا اللحم والكوسه صارت جاهزه. يس. فشو بدنا نعمل هلا؟ شو بدنا نعمل؟ بدنا نحط الخلطه. خلصت على فكره الكوسه مخشي، خلصت. انا بتعرف لما بعمل كوسه مخشي باخذ اجازه يوم. يعني على فرض، على فرض انه ما عملنا الكوسه، احنا كنا متخوفين صراحه من الغاز، ما عملناها وقليناها هون، ما راح تاخذ اكثر من 10 دقائق. لا بس ابو وطن بحكي جد، انا لما بدي يا خيي قلبنا يا خيي من عين المريسه من بعلبك ولا من جونيا؟ من جونيا. من جونيا يا خيي. لما بدي اعمل كوسه مخشي قسما بالله باخذ اجازه يوم، عشان يعني هذا كيف طبخت لما تقول منسف احتفال هيك، لانه بحس كثير بتاخذ مني وقت. رهيب رهيب والله رهيب. انت قد ايه اخذت معنا وقت؟ ما اخذت معنا شو، انت بتحكي ثلث ساعة ماكسيموم من اول حلقة. طيب هلا ضفنا كل اللحمة والكوسة. المدام عندها نفس بالاكل جدا ما شاء الله عنها، بحكي لك حتى صاروا صديقاتها او اقاربي يتصلوا عليها ويسالوها عن وصفات. يعني تعلمت شغلات كثيره، وان شاء الله انا محضر لكم في المطعم الجديد مفاجات. لا انت بدك تعزمنا، احنا حنستغل لك استغلال. يعني عامل شغله، بتعرفي انا امبارح وصلت من السفر بس عامل شغله كثير. احنا حنستغل لك، شوفوا كيف اخذها من ايدي عشان ما اخبصش، حنستغل لك استغلال بهالمطعم.
هتشوفنا كل بجوز حتى نطلع لك من هناك. اهلا لايف. وسهلا بتشرفوا جميعا. طيب نقول كمان مبروك لمين؟ يلا نركز مع بعض. نقول مبروك كمان لمأمون القزاز، كمان بدنا نقول مبروك لبراءة شكوكاني، كمان بدي اقول مبروك ل الاء بني سلامه، مبروك لنور عمر، مبروك لجوري احمد، ايمان عوض، الف مبروك لك يا ايمان عوض. الاسماء رح نرجع نعيدها واكيد كمان رح نحطها على صفحتنا على الفيسبوك عشان الكل يتاكد من انه هو ربح معنا. تعال شوفي لي على هالمنظر وشمي لي هالريحه. بسم الله ما شاء الله. بدون ما اقرب الريحه واصله لعندي. شوفي تسبيكه اللبن كيف كثافته. قديش بدها وقت؟ كل ساعه صارت جاهزه. خلص اوريدي صارت جاهزه، بس خليها تغلي لها غلوه بس. لا رح تغلي، احنا رايحين نخليها على نار عاليه. طيب. وهلا رايحين نجهز لي الطشه والتقلايه. طب خلينا نخلص الطشه هلا ونعملها ومنها بعديها بنطلع بريك عشان نفوت بالوصفه الثانيه. يلا اوكي. طيب بس قبل خليني ارجع اذكركم يا جماعه انه سؤالنا لليوم شو بيقول. سؤالنا لليوم بيقول كم صنف موجود من بهارات سبايس شيف بالاسواق. الجواب هو، او انا بقول لكم خيارات وانتم نقوا، اكثر من 20، اكثر من 30، او اكثر من 60. شوفي خلود معلش بدي اقاطعك هلا. يفضل انه نعمل دائما التقلاي بالسمنه البلديه. انا جبت سمنه بلديه لحتى تعطيها دسامه وتسترائح. تمام. هلا بنسيح السمنات نحط عليهم شوي من التوم المهروس. وين هالتوم المهروس؟ هاي يلا عليهم، خليها تسيح شوي. خليها تسيح. ما انا مش انا اللي مستعجله، هو لا احنا الشيف يعني اللي فوق اللي مستعجل. لا والله الامور ماشيه يعني احسن من ما بدنا. بدنا نوكل. طيب بتستلموا الجوائز يا جماعه، معلش اسمح لي ابو وطن، بتستلموا الجوائز من افرعهم نفسها لابراهيم مقبل اللي هي بمرج الحمام جبل النصر وطبربور. يعني سهل جدا، اسماءكم اوريدي صارت هناك، هم ما راح يقصروا، بس انتم قولوا انه انتم من طرف مطبخنا. دائما يا جماعه الخير لا تنسوا تاخذوا تيست على الاكله عشان تستس اشوف. ها بشر بشر. طعم ياخذك الى اقصى معاني اللذاذه. نفسي ادوقها اقصى معاني اللذاذه. طيب يلا خلينا نطش. طيب. الطشه خليها تسيح شوي. السمنه ايش بنحط معها غير السمنه؟ بدنا نحط توم، سمنه بلديه، ونحط نعناع فريش. في ناس بتحب تحط النعناع اللي يابس، ولكن النعناع الطازج بعطيها طعم. كل اكلات اللبن بنحط معها نعناع ناشف؟ والله شوفي انسى المنسف. في ناس بتحط كزبره مثلا. بس انا ما بحب باكلات اللبن، يعني الكوب اللبنيه بحط لها نعناع ناشف. الكوسه باللبن بحط لها نعناع ناشف. الزهره كمان باللبن نفس الشيء نعناع ناشف. اعتقد انه استوى. غلي. لا بدنا اياها تطش بكبك. بدنا اياها تطش. اهم شيء الطش عشان نشهق زي اخواننا المصريين. بدنا نطش. حطي الطشه يا بنتي واقول لك ايه. طيب هلا رايحين نضيف شوي. يلا وانت عم بتطشطش خليني انا احكي كمان شوي عن رعايه العنابي. انا العنابي كمان شهادتي فيه مجروحه. اكيد اصل الباستا الايطاليه ما شاء الله، المعكرونه عندهم يعني تضاهي الماركات العالميه. والله لا، وافضل، مش تضاهي انما افضل. انا من بعد ما بلشت استعمل العنابي بلشت احس الفرق. المعكرونه يا جماعه مش مزح، والله ولا دعايه ولا اعلان، فعليا ما بتلزق. احنا اليوم عم نحكي عن منتجات قطريه، يعني محليه قطريه. احنا كلياتنا طبعا ندعم المنتجات العربيه الوطنيه، احنا نفخر بهذا الموضوع صراحه. من بعد فتره معينه، خلينا نقول من بعد 7-10 تقريبا، بلشت هيك عيوننا تتكشف على الحقيقه زي ما بيقولوا ابو وطن، فصرنا نحن بحب نقولهم مشان الله انتجوا لنا، بغض النظر عن ايش مكان المنتج، انتجوا لنا. احنا هون بالاردن عم بلشوا الشباب ينتجوا وعم نشرب مشروبات غازيه اردنيه، عم نسمع عن منتجات اردنيه محليه. نفس الشيء اليوم بالنسبه للعنابي، العنابي اليوم هو صراحه انا جربت اساس الهويه الوطنيه. انا جربتهم امبارح، اخذت منهم وجربتهم، بسم الله ما شاء الله معكرونه رائعه. حتى درجه الاستواء تاعتها بتعطيك الالدنت الصح. صحيح. ما يعني ما بتحسها بتتم سلسه وسهله بالاكل. ما هي اصلا بيستخدموا مواد طبيعيه، يعني أكيد. بتتميز انها مصنوعه بقول لك من المي والسميد الخالص 100%. يعني انت بتحكي عن معكرونه طبيعيه وصحيه من الاساس. هاي التركيب البسيطه اللي بيشتغلوا عليها بتضمن لكم طعم زاكي وجوده فعليا بتفرح القلب. فكل ما بتفتحوا هاي العلبه مثلا او العبوه او الكيس من العنابي، تذكروا انه العنابي باستا بتحط لكم الخير في كل لقمه. فتحيه اكيد لمنتجات العنابي. طيب هلا السمنه يا اخي، اكيد اكيد السمنه البلديه يعني لا يعلى عليها. نفخر بالسمنه البلديه كمان، نحن نفخر فيك ابو وطن. الله يخليك. انت ليش اسمك ابو وطن؟ هذا لقب؟
بحب الوطن، بتراب الوطن. مش قصدي هلا طلعني، انا قصدي انه انت كيف تم تلقيبك بابو وطن؟ والله هو صراحة نسبة للمطعم تاعي، احنا ما بدنا نعمل دعاية، ولكن يا سيدي اعمل يا سيدي، بس اكيد مش بدك تطعمينا، اكيد يعني يلا. ما في بعد الوطن واكلات الوطن وتراب الوطن. هلا استوت التومة، رايحين نحط النعناع الفريش. لا بس كثير عجبني اللقب ترند، ان شاء الله طبعا. انا كثير خليني ابعد هيك، والله انا راح اهجم هجمه هلا. هاتوا فكوني من هالطبق. هلا بدنا المصور يجي. طب هون انت عملت الرز؟ الرز جاهز. جاهز تمام. طيب خلينا نطلع فاصل، شو رايك وليد؟ لا بدنا بس ناخذ الطشه نطشها قبل. والله ما بنقول لك لا. والله ما بنقول لك لا. بدنا المصور هون على اللقطه هاي اللقطه يعني يلا. القويه هذه اهم شيء. اتمنى امنيه، اتمنى امنيه وطش. خليها في قلبي بس. يا أبا بقلبك بقلبك. يلا عليهم. الله. هاي الطشة يا جماعة. شوف اللون 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 الأصلي. الله. الله عليك. شوفوا لي هالمنظر. بسم الله طشينا. نطلع فاصل من بعده بنرجع. في كل بيت في أوقات بتجتمع فيه العيلة على أكل ما بننساها. المعكرونة الجديدة من العنابي طعم بياخدكم لإيطاليا في كل لقمة. مع العنابي اللحظات بتصير ذكريات، والنكهات بتحكي قصص العيلة. العنابي طعم بيجمع العيلة. العنابي لأحلى لحظات العيلة. طيب رجعنا لكم بعد الفاصل. اكيد رايحين نعمل لكم كمان سلطه كثير مرتبه ومتكتكه. رايحين نعمل سلطه الجرجير او الروكا مع الفواكه الموسميه ونضيف لها الجوز. هلا رايحين نقطع المانجا لمكعبات. بس انت احكي عني عشان بس الناس ما تفكر اني انا مش أكيد. موجوده، انا عم بساعدك بسكب الرز. هيك احنا تمام موضوع الرز، اخر سكبه وخلص يلا تمام. وفي عندنا هون شو في فواكه موسمية تلبق مع هالسلطة؟ الدراء، اللي هي دراء ومانجا أكيد. وشو كمان؟ الفراولة. وفراولة أهم شيء. الله عليك شيف، الله عليك شيف، الله عليك شيف. دقت الطبخة ولا لسه؟ دقتها يا جماعة. شو رأيك؟ احكي لنا. خرافية ونفس طعمة المخشي. قد ايه اخذت معنا وقت؟ ما اخذت معنا وقت، شو انت بتحكي عن اقل من بدي الستات يدعوا لنا ان شاء الله. لا ان شاء الله انه بيدعوا لك يا رب. خلص انا رأيي نطفي عليها. انا رأيي اطفي عليها اطفي. اكيد لانها غليت وسماكتها كثير ممتازة. خلص لان ما كان بدناش الكوسة تفرفط صح؟ اكيد. طيب بتحب اسكب لك اياها؟ قطعنا الفواكه. هلا دور الستروبري. بتحب اسكب لك اياها؟ بدنا نسكب الرز. سكبته. سكبت الرز ما شاء الله عني. لا انا شاطرة معدلة. تشتغلي مساعد معي؟ انا يا ريت. شيف دي بارتي. بتدفع؟ والله بدفع. والله لعيونك يا ابو وطن عن جد. بتحب احط لك اياها هون؟ ايوه هون. طيب هلا طبعا خلينا نرجع نشكر الحريه هوم يا جماعه. طلعوا يعني هي اصلا كمان مش بس للتقديم، يعني هي تعطيكي. انا بعرف انا بفهم ست البيت. هلا شو اللي بيكمل الطبخه؟ الاشياء الاشياء اللي مثل هيك البرزنتيشن الحلو الديزاينر. اكيد اكيد. بس خليني اقول او الديزاين، بس خليني اقول لك شغله. يعني انت اليوم مثل هيك لما بتقدميه على الطاوله، لما يكون عندك ضيوف بدك تشوفي حالك عليهم، صراحه شيء فاخر. فانا بعرف اليوم ست البيت عندها هذا الموضوع اساسي لسه بالنسبه لها اهم من الطبخ. اهم اكيد اكيد والله. طيب انا راح احطها هذه هون، راح اجيب كفكيره من الكفاكير، ولا هي هاي بتزبط؟ لا ما بتزبط، بدي كفكيره. خلص انت شو بدك، انت شو بدك فيه؟ تعال يلا. هاي الكفكيره صارت جاهزه. الله عليه الله ليه معدل. والله حاضر والله حاضر. جاعوا جاعوا جاعوا. ديري بالك طبعا بس اعلنا عن اسماء الرابحين، وارجعوا مره ثانيه زي ما بدي اقول لكم انا دائما انه ارجعوا شوفوا متجر سوق العروض اللي موجود طبعا سبايس شيف. فكينا منك. يا اخي انا باجي بهالطريقه، انا عن جد اريد رجلا متحكما. يلا الله 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 على الريحة. الله الله عليك يا أبو وطن. الله
زقفوله يا جماعه، بيعمل لك ديزاين بس عشان انت هيك كمان كويسه بالفواكه. هلا صارت عندنا جاهزه. هلا هاي احنا حكينا مقاديرها. رح نحكي مقادير. والله ما حسيت عليك انت وانت بتحكي مقادير الدريسنج. انا شلت سريع شوي. يلا معلش. قول قول. طيب. احنا هيك بدنا. هلا قطعنا اربع ضمن من الجرجير قطع خشنه، رايحين نحطهم بهالجار الحلو من الحرية مول. كمان غسلناهم طلعوا الحرية هوم. احنا عندنا مشكلة بهذا الموضوع. حرية هوم، حرية هوم يا ابو وطن. انا شو حكيت؟ انت حكيت خلص. شو بدك شو حكيت؟ طيب يلا حكيت هوم. لا 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 فواكه. ايوه عندنا البندورة الشيري اكيد، والبصل الاحمر. طيب بيلبق كثير معها. من هلا جهز لنا السلطه. خليني ارجع طبعا اشكر كل الناس اللي دائما معنا، وبدي اقول مبروك لكل اللي ربحوا معنا. ارجعوا شاركوا معنا عشان تربحوا كمان باكيجات مقدمه من سبايس شيف ابراهيم مقبل، وبهارات ومطاحن واعشاب وبن بهارات ابراهيم مقبل. السؤال لليوم، كم صنف موجود عند بهارات ابراهيم مقبل؟ كم صنف بهارات؟ اكثر من 20، اكثر من 30، اكثر من 60، ابعثوا لنا. وكل حدا اليوم بيعملنا منشن اكثر، وخلينا نقول شير لللايف اكثر، الفرصه معنا بتكون اكثر. طيب. استلام الجوائز بفروعهم طبربور، مرج الحمام، وجبل الناصر. نرجع للسلطه. نرجع للسلطه. حطينا الجرجير، حطينا عليه البصل الاحمر، وحطينا البندورة الشري. هلا رايحين نحط الفواكه. تعال شوفي لي على هالمنظر. والله المنظر، بس انا فكره انه بصل ومانجا يعني. لا لا بالعكس. عن جد؟ مر عليكي جمبري مع موز. انا كثير مأنفة بحب كل شيء. هلا الفراوله مرتبها، بدي امسحها هيك عشان هلا التصوير. اخر شيء رايحين نضيف. هلا اوكي عين الجمل. انتو شفات بتطبخوا لذيذين، بس احنا بنمسح بنطبخ. كسروا هيك تكسيره خفيفه يعني. ممكن نضيف لها زبيب، ممكن نضيف لها تمر، طبعا حسب ذوقكم. ابو وطن يعني انت لما سكبت. وهلا ركزوا معي معلش بالدريسنج، لانه يلا. انا عملته اختصارا للوقت. طب ايش المقادير؟ ايش المقادير؟ اكيد مهم. ركزوا معي بالدريسنج. الدريسنج يا جماعه لهي السلطه بتكون من زيت زيتون، خل بلسمك، سنتوم، دبس رمان، سماق، عصير ليمون، وخل. بنضربهم مزبوط بمحضر الطعام او بالخلاط بيطلع معنا خليط هذا. هلا راح افرجيكم كيف. يلا. واخر شيء راح نضيف لهم جبنه الفيتا. شوفي شوفي قوام الصوص يعني. لا وبعدين انت ما خليت شيء كمكون غذائي الا حطيته مانجا على بصل على جوز. راح نشرب كل الاشياء. اي حدا عنده غسيل، مكوى، نشر، جلي، انا جاهزه. شوفي لي على هالمنظر. واخر شيء راح نزينها بجبنه الفيتا الكريميه مش المالحه. وفي ناس بتحبها طبعا مع الجوت تشيز اللي هي جبنه الماعز. انا كثير بحبها جبنه الماعز، ولكن مش كل الناس بتتقبلها لانه طعمها جدا قوي. تمام. هيك صارت سلطتنا جاهزه. طلع شوفي الألوان. لي على المنظر اللي بتفتح يا النفس. الله ما شاء الله. عن جد والف عافيه. عن جد يا جماعه وين اروح فيها هيك هيك؟ لا بدنا نروح فيها هيك. جنب الاكله. خلينا نروح فيها هيك. وما بننسى السنوبر يا خلود، نسيتينا السنوبر. يلا روح روح للسنوبر. رايحين نرش السنوبرات على اكلتنا. عندك حط كمان على الرز. انا بحب السنوبر. وعلى الرز. طيب اذا بدنا نشكر انا وياك يا ابو وطن اليوم كل الناس اللي تابعونا. مبروك لكل الناس اللي ربحوا معنا اليوم. كانت طبعا الحلقه مع الشيف ابو وطن بمطبخنا. رز بالشعيرية عندك اللي هي كوسة محشي أو بيقولوها اللبنانية خيارية. 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 وعندنا سلطة. سلطة الجرجير مع الفواكه الموسمية. بالضبط. بالصحة وهنا وشفاء إن شاء الله. شكرا لك أبو وطن. الله يسعدك وصحتين وعافية. على قلبك. إن شاء الله استنونا في حلقات جديدة وطبخات جديدة سريعة وبسيطة. يلا شباب على الأكل. وأنا تحية مني خلود. تفضلوا يا الربع. باي باي. يلا تفضلوا.